رابع قديس تاخدوا براتكم النهارده وانتوا في الدير، القديس الانبا مرقس الانطوري. قديس الانبا مرقس جسده موجود في كنيسته في شرق الدير في وسط الجنينه. ابونا مرقس من اباء القرن ال14، له 600 سنه متنيح. القديس الانبا مرقس اتولد في حته اسمها المنشيه الكبرى او منشاه النصارى جنب دير المحرق، وجي المكان هنا كان سنه في حدود 23 سنه تقريبا. اتلمس على ايدين راهب فاضل وعمل لنفسه حته عشه في وسط الجنينه وقعد فيها. يحب الصمت، يحب العزله، يحب عمل الرحمه، يحب الصلاه والتناول. الاباء حبوه جدا وهو حب الاباء قوي، كانوا يحبوا يقعدوا تحت رجليه والتلميذ يقولوا له دينا كلمه منفعه او موعظه او حكمه، فكان تملي يقول لهم ايه، حبوا بعضكم وتناولوا باستمرار. كل وصايا القديس انبا مرقس المحبه، الصلاه، التناول. عاش تقريبا 90 سنه. قرب نياحته قال للرهبان لما اموت ادفنوني في المغاره اللي انا عشت فيها دي. اول ما تنيح الاباء حزنوا عليه جدا، فحطوا في الارض جوه المغاره بتاعته ودفنوا الجسد وعملوا عليه قبو شاهد كده وعليه شكل الصليب من فوقه كده، وسموه في وسط الجنينه لوحده كده بعيد عن الدير وبعيد عن الزوار وبعيد عن الطفوس المدفن اللي احنا كنا بنتن فيه. بعد فتره ابتدت تظهر عجائب ومعجزات من جسده. كل واحد مريض كان يروح عند ابونا مرقس يحط ايده على الجسد ويطلب منه كان يشفى. كل واحد عنده مشكله يجري ويحط ايده على الجسد ويقول له يا ابونا مرقس اطلب من ربنا يشفيني. كان او اطلب من ربنا يحل لي مشكلتي، تتحل المشكله. الاباء وهم قاعدين كده لقوا ايه؟ المعجزات كتير. فقالوا ابونا مرقس ده بركه كبيره قوي، عمل معجزات في حياته وبعد ايه؟ وبعد نياحته. ما نبني له كنيسه ونسميها باسمه. راحوا بنين الكنيسه اللي فيها الجسد دلوقتي وسموا الكنيسه باسم مين؟ ها؟ قديس الانبا مرقس الانطوني، تلميذ الانبا انطوني. لما اتبنت الكنيسه بقى فرحان بيها. ليه؟ كل يوم بيسمع التسبيحه وبيسمع القداس وبيشم البخور ونايم في الكنيسه مبسوط. اول ما الاباء يخلصوا القداس ويخرجوا هو بقى يطلع من المزار بتاعه ويقعد يتمشى في قلب الكنيسه. وفي اباء كتير شافوه ولمسوه. ومن اشهر معجزاته الانديل بقى اللي فوق الجسد، انديل الزيت. لو انطفى الزيت خلص ومحدش نوره من الاباء اللي بينوروا الاناديل، هو يصحى يزود زيت وينور الانديل وينزل تاني مكانه ينام مكانه تاني بدون ما حد يحس ولا يشعر ولا يشوف. قديس الانبا مرقس عاش تقريبا 90 سنه وما خدش درجات كهنوتيه. عاش رهبش الناس طول حياته، كان كل ما يجي عليه الدور عشان ياخد كاهن يهرب في الجبل. وكان معاصر بالقديس الانبا رويس. تذكار نياحة القديس أنبا مرقس يوم 15/7، يوم كام؟ عيده بيجي مع عيد الأنبا بشوية والأنبا كراس عشان تحفظوه.